بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إذا نرحب بكم في تصحيح هذا التمرين رقم 21 حول درس النهاية والاتصال. إذا هذا التمرين تم تصحيحه خلال الموسم 2015-2016. إذا نبدأ أولا بالسؤال، الشطر الأول من السؤال حدد مجموعة التعريف، الشطر الثاني بين أن جيم متصلة على الدي، واضح؟ نبدأ بمجموعة التعريف. إذا تكون اف معرفة اذا كان، اذا الشروط لكي تكون اف معرفة، اول شرط هذا الشيء اللي داخل الجدر او ما داخل الجدر يجب ان يكون اكبر او يساوي صفر. يعني الشرط الاول والاساسي هو 2 اكس ناقص اكس اس 2 يجب ان يكون موجب، والشرط الموالي هو هذا العدد الذي داخل الجدر يجب كذلك ان يكون موجب، 2 اكس على اكس زائد 1 كذلك يجب ان يكون موجبا. وبما ان اكس زائد 1 توجد في المقام يجب ان تكون تخالف الصفر. اذا لكي نحدد مجموعه التعريف يجب ان ندرس اشاره التعبير التالي ثم التعبير التالي ثم نزيل هذا او يعني النقطه التي تنعدم فيها هذه الحديه. إذا نبدأ بوضع إشارات التعبير الأول. لدينا 2 إكس ناقص إكس أس 2 تساوي، إذا قمنا بالتعميل بإكس تصبح 2 ناقص إكس، واضح؟ إذا بسهولة يمكن أن نضع جدول إشارات هذا التعبير. التعبير هو في الحقيقة حدودية من الدرجة الثانية، إذا إكس ثم 2 اكس ناقص اكس اس 2، يمكن ان نضع جدول اشاره اكس ثم جدول اشاره 2 ناقص اكس ونستنتج، ويمكن ان نضع مباشره جدول الاشاره لان هذه حدوديه من الدرجه الثانيه، لها جدرين تنعدم في الاثنان وتنعدم في الصفر، اذا تنعدم في الصفر وتنعدم في الاثنان، تنعدم هنا ثم هنا. معامل اكس اس 2 سالب، لاحظ ناقص اكس اس 2 سالب، بين جدرين عكس إشارة معامل إكس أس 2 يعني سوف تكون موجبة، وخارج الجدرين سوف تكون سالبة، واضح؟ إذا الشرط الأول واضح، يجب أن تكون إكس في هذا المجال لكي تكون ليكون هذا التعبير موجبا، يجب أن تكون إكس بين الصفر و 2، إذا الشرط الأول واضح. ثم نضع إشارات التعبير التالي. إذا ولدينا 2 اكس ثم نضع اشارات 2 اكس ثم اشارات اكس زائد 1 وبعد ذلك نستنتج اشارات 2 اكس على اكس زائد 1. اذا من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه، 2 اكس تنعدم في الصفر واكس زائد 1 تنعدم في الناقص 1، ناقص واحد قبل الصفر، إذا هذا التعبير أو 2 إكس تنعدم في الصفر، قبل الصفر عكس إشارة معامل إكس وهو موجب إذا سوف تكون سالبة، وبعد الصفر موجبة، هنا نضع خط، وبالنسبة لإكس زائد واحد تنعدم في الناقص واحد، هنا قبل الصفر عكس إشارة إكس يعني سوف تكون سالبة، وبعد الصفر إشارة إكس سوف تكون موجبة. إذا بالنسبة للكسر ناقص على ناقص تعطينا زائد، ناقص على زائد تعطينا ناقص، زائد على زائد تعطينا زائد. وبالنسبة عندما ينعدم البسط فإن هذا العدد هذا التعبير ينعدم، عندما ينعدم البسط فإن التعبير ينعدم، ولكن عندما ينعدم المقام فإن هذا التعبير غير معرف لأن المقام لا يجب أن يكون يساوي صفر، إذن هنا التعبير غير معرف. إذن أعتذر، هنا اف ليسجل لان لدينا الداله اف ثم السؤال حول يعني اف لا يجب ان يكون حول جي لان جي غير موجوده هنا، واضح؟ اذا دي اف او دي سموها دي، هما دي تساوي الشرط الاول يتحقق هنا من صفر الى اثنان، تقاطع الشرطين معا، هنا لدينا و يعني يجب ان يتحقق الشرطين أو الشروط ثلاث معا في نفس الوقت،
يجب أن نضع تقاطع وليس الاتحاد، وهذين الشرطين يتحققان في هذا الجزء ثم في هذا الجزء، ويجب حذف الناقص واحد لأنه يجب أن يكون خارج الصفر. إذن الجزء الأول من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، والناقص واحد خارج المجال، اتحاد الجزء الثاني من صفر، صفر داخل المجال إلى زائد ما لا نهاية. إذن مجموعة التعريف هي تقاطع هذا الجزء مع هذا الجزء. إذن نضع المستقيم العددي، هنا مثلا نضع الصفر، هنا مثلا ناقص واحد ثم واحد ثم اثنان. إذن الشرط الأول من صفر إلى اثنان، الشرط الأول يتحقق هنا في هذا الجزء. الشرط الثاني من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، يعني من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد خارج المجال، ثم من صفر إلى زائد ما لا نهاية، من صفر إلى زائد ما لا نهاية. إذن ما دام لدينا هنا تقاطع، يعني الشرط كله يجب أن تتحقق، نأخذ الجزء الذي قمنا ب يعني تخديجه بطريقتين أو بجزئين. إذن مجموعة التعريف هي من صفر إلى اثنان، الجزء الذي يحقق كل الشروط هو من صفر إلى اثنان. إذن دي اف من صفر إلى اثنان. الشطر الثاني اتصال اف، إذا الشطر الثاني اتصال اف على صفر اثنان. لاحظ معي جيدا، لدينا الطريقة الأولى، سوف أقوم بالإجابة عن السؤال، الشطر الثاني من السؤال بطريقتين. الطريقة الأولى، لدينا لكل أ تنتمي إلى صفر اثنان، ماذا لدينا؟ ليميت إكس يؤول إلى أ إف إكس تساوي إف لأ. لماذا؟ لأن أ ينتمي إلى مجموعة التعريف، لأن أ ينتمي إلى مجموعة التعريف دال إف. إذا كان عدد يوجد ضمن مجموعة التعريف فإن النهاية هي صورة العدد. لماذا نقول أن الدالة حدودية متصلة على R؟ لأن مهما كان X من R فإن نهاية هذا العدد عندما يقول نهاية الدالة عندما يقول X إلى هذا العدد تكون هي صورة العدد. متفقين؟ طريقة مباشرة لدينا، إذن F على إذا قمنا ب يعني استعمال طريقة ثانية، نستعمل مركب دالتين ثم جمع دالتين إلى غير ذلك. ألور نبدأ بالجزء الأول، لدينا الدالة الأولى وهي دالة حدودية 2x ناقص x يساوي 2 متصلة، هذه الدالة متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها، متصلة ومجموعة تعريفها R، يعني متصلة على كل مجال ضمن R، والصفر اثنان ضمن R، إذا متصلة على هذا المجال، وكذلك متصلة وكذلك موجبة. لماذا أشرت إلى أنها موجبة؟ لكي أستعمل المركب، يعني أضعها داخل الجدر، متصلة وموجبة على صفر اثنان. وهنا أذكر بخاصية، إذا كانت مثلا إي متصلة موجبة على اي، فإن الدالة في مثلا لإكس تساوي جذر اي لإكس متصلة على اي. إذا كانت اي متصلة وموجبة على اي فإن جذر اي متصلة كذلك يعني على اي، صحيح؟ إذن هنا لدينا هذه الدالة متصلة وموجبة على هذا المجال، إذن الجدر كمركب دالتين أكرر متصلة على صفر اثنان، واضح؟ بنفس الطريقة ولدينا الدالة الجدرية التالية التي هي اثنان اكس على اكس زائد واحد متصلة كذلك وموجبة كذلك، هذه الدالة الجدرية متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها، وبما أن صفر اثنان ضمن مجموعة تعريف هذه الدالة معرفة من ناقص ما إلى ناقص واحد ومن صفر إلى زائد ما، يعني معرفة في صفر اثنان معرفة،
وموجبة، لاحظ تكون موجبة. إذن متصلة وموجبة على صفر اثنان. إذن كمركب دالتين، دالة الجدر ودالة اثنان إكس على إكس زائد واحد، متصلة على صفر اثنان. وكمجموع دالتين متصلتين، الدالة جدر اثنان إكس على إكس زائد واحد زائد جدر اثنان إكس ناقص إكس اثنان متصلة. إذن كجداء دالة في عدد، نقدر نقولوا كجداء دالة في عدد ولا ديريكتوم. إذن إف متصلة، بلا ما نديرو إف إكس، متصلة على صفر اثنان، وهي الدي، أي على الدي. يلا يرد عليك واحد الإشارة، إذا كان ليميت إكس تونفير أ نتاع إف إكس تساوي إف لأ لكل إكس، أو عفوا لكل أ تنتمي، لكل أ تنتمي إلى إي، إذا كان عندي هذا الشرط محقق، أراه إف متصلة في هذا المجال إي، يعني متصلة في كل نقطة ضمن إي، في كل نقطة ضمن إي. علاش قبيلة اكتفيت فقط بهذا التعبير هذا؟ راه لكل أ تنتمي صفر اثنان، النهاية هي صورة أ، لحقاش راه أ كتنتمي لمجموعة التعريف ديال في ديك المجال، يعني تقدر تحسب الصورة ديالو بسهولة. إذا أف متصلة على هذا المجال صفر اثنان، يعني على الدي تساوي صفر اثنان، صحيح؟ وإلا بغيت تستعمل مركب دالتين ومجموع دالتين وضرب دالة في عدد، خذ راحتك، إذا انتهى التمرين، والله يرضي عليكم. كاين تمارين أخرى في الموقع، كاين تقريبا 20 تمرين أخرى وغنزيدو، كليكي هنا وغادي تمشي عندك تمارين الأخرين، وإلى اللقاء.